3 سنين في السجن بسببي يا عين أمه، وده مش وش بهدلة. وقتيها قلت إيه؟ يا بنت يا كارتة، الفراق صعب زي الأغاني ما بتقول. فعملتها بقى وأمري إلى الله. وعملت له إيه بقى إن شاء الله؟ هربته من السجن؟ هربته إيه يا ولية؟ وإيه اللي هيتهرب إزاي بس؟ أنا رحت مفصلة السلسلة دي من تحويشة عمري عشان يبقى عند القلب كده ويتربع. سامع يا رمة؟ مش سامع يا أمّا. سجن إيه بس يا أمّا؟ أنت جت بوز الجوازة؟ خلاص خزاعة تاب وسابوه من السكة الهباب. شفتي بقى خزاعة موسوس، أصله يحب يطمن على البضاعة قبل ما يستهلكها. يدرس يا حبيبتي براحته، إحنا كتاب مفتوح، لا عندنا صفحات عن الفراولة ولا حتى البرتقال. آه سيبك منهم، خلينا إحنا في المانجا. يا مانجا يا أختي كلها بتفتح الكتاب على صفحة بيضة، ولا من شاف ولا من ديل. جرأة يا ولية بقى ما تتهدي شوية، سكتلك وحاطة في بقي طوب أحمر من ساعة ما دخلتي، وأنت يا حبيبتي ما فصلتيش، إشي نظافة وإشي حمام، والمحروس بيخوفوا بيه العيال الصغيرة في الحارة. وانت ياما تقولي لي سترة وضل راجل؟ انا مش شايفه قدامي ايتها راجل، ده انا حالة شمال. يا نهار اسود، جرايه يا بت، ما تيجي تديني 2 فتله في وشي بالبره. هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هوريك يا حماده. لا حماده مش عايز يشوف حاجه، ده انا خدت الضربه بجد. يلا يا اما. واضح ان القعده فوق مطوله. قصدك ايه؟ استعبطي. انا برضو اللي هستعبط. أمك عينها من نعيم. ما تلم نفسك يلا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ولم نفسي ليه؟ أنا قلت حاجة غلط؟ هي مش ست؟ لا مش ست. ما بتلم يا بنت أنت، أنا بتكلم معاك عادي. وأنت شفت إيه خليك تقول كده؟ ما شفتش، بس حاسس يعني. يوسف. جابر. خد أقول لك تعالى. أنت مش كان نفسك في كريب شوكولاتة من عند الواد ميزو؟ لا. طب اسمع مني، هتروح له وهيديك لعبة الإرهاب الجديدة. انت بتحور. وحور عليك ليه يا عم؟ روح له وقول له جول اللي بعتني، هو هيطلعها من على الجهاز الذهبي. طب روح بس. طرقته؟ احكي لي. مش ملاحظة ان هم كلهم سوا؟ والنهارده على السطح، مش بعيد بكره في البيت هنا. طب لم نفسك بقى بدل ما اديك في وشك. خدي بس اقول لك، خد. مالك قفشه كده ليه؟ ولا هو يعني حلال لينا حرام لينا؟ نزل ايدك. لا بقول لك ايه، انا مصدقت ليتك ومش حلو. بقول لك ايه، اوعى كده، انا عمال اقول بيهزر لكن انت ما كنتش بتهزر. طب وقت شوفك انا بهزر معاك في ايه؟ لا ولا تهزر معايا ولا هزر معاك، وتفضل بقى لم حاجتك وانكلح من هنا. ولما سلطانه تيجي هخليها توريك ازاي تهزر كويس قوي. والسلطانه اللي انا ما عملتش حاجه. اتفضل يلا لم حاجتك وامشي من هنا. ماشي. بيت يا داي. ايه ده يا واد؟ اللي ما قعدك هنا لحد دلوقتي؟ أنا مش قايلة لك الساعة 9 كلها عند سلام؟ أنا هلم حاجتي وأمشي أهو. اتفضل يا أخوي. مالك يا بت؟ وشك مخطوف ليه؟ لا مفيش حاجة، ده بس كان عمال يرغي وكل دماغي، ما خلانيش أعرف. يلا يلا. كملي مذاكرة. مش عايزة حاجة؟ لا يا حبيبتي. يلا.